بالنسبة لمصر في هذه الحالة المشكلة بالنسبة لسانو إن بعد ما اتفق معنا في 16 ديسمبر اللي فات يعني بقى لنا 6 أشهر دلوقتي، ففي الحالة اللي زي كده بيبدأ مصر بالنسبة له إنه التراك ريكورد لمصر جيد، سجل مصر مع سانو جيد والله من سنة خاصة من بداية سنة 16 بعد البرنامج اللي نجح 16 لحد 19، وبعدين جت أزمة كورونا دخلنا برنامج تاني مع الصندوق لمدة 12 شهر وهو الآخر نجح، يعني قدرنا نخفف وقت أزمة كورونا. لكن هذا البرنامج بقى هو دي المشكلة، هنا مشكلة البرنامج الإصلاحي الحالي اللي بدأ من يوم 16. طيب هنا بنقول، فانا قلت للمحرر بيه يا فندم القضية دي هتبقى صعبة جدا انه الصندوق مغمض عينه على العشرة جنيه الفرق، يعني ما بين 31 لحد 40، يعني يقول ممكن لما نبيع الطروحات بتاعتنا ال 32 اصل من الاصول او شركة بما فيها الثلاث بنوك ومصر تنجح في انها تبيع حصص اقلية او اغلبية او المشروع كله زي المصرف المتحد على بعضه، يبقى عندها النقد الاجنبي الكافي وبالتالي يبقى في مرونة. والصندوق طالب منا شوية حاجات عملنا منها يعني حاجات، وفي حاجتين وفي حاجة واحدة واقفة بس مربوطة بحاجة تانية مش عارفين نتصرف فيها، اللي هو طالب منا اول حاجه دي اولا توحيد سعر الصرف ما فيهاش فيه سوق موازي خالص، تعويض سعر واحد بس، تعويض معناها اهو معناها انه مرونه سعر الصرف. مرونه سعر الصرف اللي بيقولها صندوق النقد الدولي في الحاله بتاعتنا دلوقتي انه يكون تعويم حر مش مضار، مش البنك المركزي وفي تعويم، والبنك المركزي لما يلاقي يعني يقول لك مثلا في حدود 40 طلع ل 40 يعني علشان يوقف عند 40 ما هو عومه خلاص، مش عومه من 16 الا لو فاكرين مارس مارس 22 ايام سام طلع حامل عوم سام، وبعدين انطلق لحد فين؟ لحد 21 راح مسح ده عم مضار، ما كناش وصلنا اتفاق مع السمنو لسه. وبعدين ده السيد حسن عبد الله، السيد حسن عبد الله الراجل جاء في اواخر اغسطس 22 اغسطس، وفي هذه الحاله بدا يعني يغازل صندوق النقد الدولي. المفاوضات بدا من شهر مارس لحد اغسطس عندما جاء المحافظ الجديد حسن عبد الله، كان بيطلع فيها طيب مفاوضات، طب احنا ممكن نحرر بس في دماغه تحرير ايه؟ تعويض مضار يتدخل. فجاء في هذه الحاله وتركه ورفع في الجلسه بتاع جلسه السياسات الماليه راح سابه وتحرك لحد ما بقى 27 وراح متدخل، يعني يتدخل طبعا مش عندوش دولار بس فرق مليون، ده تدخل إدارة الصندوق برضو شايف المسألة ما هياش كده. فيبقى طارق عامر مع حفظ الألقاب يعني سابه يتحرك، وبعدين بفرمل برضو السيد حسن عبد الله برضو اتحرك وحد سوا شوف فرمل، وبعدين مفيش اتفاق مفيش اتفاق. في النهاية برضو وصلنا لمرحلة وفي برضو موائمات حصلت، لأن احنا طيب احنا المرة دي بقى هيبقى في شهر في 16 ديسمبر هنبقى نحرك ولا نتحرك، فسابه طلع من 27 لحد ما وصل ل 32 ودخلت بعض الاموال الدولارات من الهوت ماني
دخلت بالرد الرقمي ومؤامات حيث استطاعنا ان احنا نصل لاتفاق مع صندوق الدولي والدولار نزل من 32 لحد كده لانه قدرنا نحصل يعني يقول 2-3 مليار. ثم الطريق توقفت المساله عند بس وصلت مع صندوق الدولي